يعني دول يعني احنا حاسبينه اخونا يعني. ايوه يعني ظهر منه بدل منه الكلام ده قال لي يا اخونا ده المفروض تسكت الدول لا الحاجات دي نحن نسلمها. ترى كيف ما نسلمها؟ هو دين هو اساسا جاي يشرح وقاري اتباع السنه. نعم. هو بيأصل لمنهج السلف هم ما باري السلف. كويس. فانا دار تفسير الايه ثانيه. طيب قبل التفسير اول حاجه غلط ذاته انت تسال زول زي ده تقول له تعاون مع اهل البدع لانه مبتدع ذاته. تعاون مع اهل البدع هو اللي قدامك ده مبتدع. اي سروري ده سروري ده الناس يمدحوا سيد قطب ويمدحوا عبد الحي يوسف واصلا شيوخهم ذاتهم مبتدعه. مش قروا هناك في السعوديه عين يحيى اليحيى وداك شيخهم الهواري داك قرعين محمد ناصر السحيباني وغيره اساسا نزل جومين هناك ما سلفيين اساسا. عشان انت تبجي تساله عن التعاون على البدع انت ما تمشي له اصلا ولا تحضر له محاضره دي اول حاجه ولا بجوز لك تجلس تحضره عشان تساله. عرفتها؟ لانه نزل حالهم الان تبين لاي زول داير الحق واي زول وصلوا الحق ما تمشي له اصلا تسمع له محاضره ولا تسال. اما الشبهه اللي القاها ده فهم خاطئ للايه وتعاون على البر والتقوى. الشيخ العلامة الفوزان قال الماء على دينك ما يعينك وقال تعاونوا على البر والتقوى قال التعاون مع المبتدع هو نفسه تعاون على الإثم والعدوان. التعاون مع المبتدع هو نفسه تعاون على الإثم والعدوان. يعني الشيخ فيهم الآية إنه تعاون على البر وتعاونوا على البر والتقوى دل أهل المنهج الصحيح مع أهل المنهج الصحيح. والآن ده اللي احنا الشغالين فيه بنتعاون على شنو يا جماعه؟ البر والتقوى. لا في حزب بيجمعنا ولا في تنظيم ولا في جماعه مسجله في مجلس المنظمه الجماعات والاحزاب ما في يعني ما عندنا. لكن الان شغلنا ده كله تعاون على البر وشنو يا جماعه؟ التقوى. في واحد جاب الميكروفون اخونا ابن تيميه جزاه الله خير اخونا عجيب ادانا السطوع حقه اخونا شيخ ابو بكر يتكلم شيخ ادم افتتح شيخ احمد فلان خلاص ده بيسجل ده بيرفع ده بينشره ده تعاون على البر والتقوى. لا عندنا تنظيم لا عندنا حزب لا عندنا جماعه حزبيه شغالين فيها. الشغل الحاصل ده هو التعاون على البر والتقوى. اما هم يجيبوا عبد الحي لانه هم دينهم زي دين عبد الحي. يا اخي دين لما محمد سرور نايف مات قاعدين يعزوا فيه. انت عارف لو كان شويه كده توفى وكان دقوا له صيوان. محمد سرور نايف راس البدعه على وجه الكرة الأرضية رأس الخوارج قبح الله وجهه وأدخله الله النار. عرفته؟ لأنه بعض السلف كان بدعوا على رؤوس بعض أهل البدع بدخول جهنم زي ما دعا الشافعي على بشر المريسي قال اللهم أدخله جهنم واحشره فيها دعا لي والله عديل كده. وزي ما دعا عبيد الشونيز رحمه الله برضو من أئمة السلف مشى صلى على جنازة بشر المريسي الجماعة عابوا عليه وقال له كيف أنت تزعم أنك من أهل السنة وتفعل هذا قاتلك الله. قال لا أمهلوني. قال للجماعة اللي قالوا لك الكلمة دي قال لهم اصبروا. قال والله ما شهدت جنازة أرجى أجرا عندي منها أبدا. فإنه حينما وضعت الجنازة للصلاة وقفت فقلت اللهم إن عبدك هذا قد أنكر الصراط اللهم فلا تجوسه على الصراط وإن عبدك هذا قد أنكر عذاب القبر اللهم عذبه فيه عذابا ما عذبته فيه أحدا من العالمين. والله زيدة اللهم احشره في جهنم. وده له دعاء عجيب مرة هذه. فضحكوا في وجهه وقالوا بارك الله فيك ورجعوا. فده زول مجرم محمد سرور نايف ده مجرم وقاعدين يعزوا فيه. أيوة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.